كلوز صح. ما يشوف دور المساعدين، دور المساعد هني المشكله، دور اللي قاعد مرتاح هو ممكن يقول لك. واللاعبين اللاعبين وينهم؟ وين ذكائهم؟ لان انا كمدرب قلت لك مان تو مان، انت شارك انه مان تو مان خلاص. اسماعيل 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 الحين عقب تاريخك هذا خلني انا وقولك والشهره والاخوان وينك الحين؟ عندك شيء انت يعني؟ لا لا انا تدري شنو، انا ما ابي اخواني يزعلون مني هناك. يعني اسماعيل عبد القدوس باسمه وتاريخه، وعبد الخالق عبد الخالق عبد القدوس، عبد الخالق عنده انجازات اكثر من اسماعيل كمدرب طبعا. نعم. لكن اسماعيل عبد القدوس ليش ما نشوفه باتحاد كره اليد؟ انت ليش عنصري؟ لا 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 انا اتكلم جد. وانا بعد انت جايك انا اتكلم عن اسماعيل. يعني عبد الخالق نعم. عنده انجاز اكثر من اسماعيل، حقق انجازات عبد الخالق مع نادي اليرموك ونادي الكويت. نعم. وللحين نادي السالميه بعد. للحين ونادي السالميه وللحين ما قالوا له الاتحاد تعال. انا ماني عارف حتى ناصر صالح، انا ودي ادق عليه يكلمني على الهواء مباشره اسال ناصر صالح ليش ما تاخذ عيال عبد القدوس؟ لا البركه عيسى يعني البركه في المدربين، فيه مدربين فيهم بركه ويعني ليش يعني ما تجي لحظة عن طريق انتخابات؟ لا 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 البركه في المدربين. لحظه لحظه ما تجي عن طريق انتخابات هي؟ لا 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 مدرب. انا بتهاوش بتهاوش يا اسماعيل كجهاز فني مدرب. اسماعيل منحرج يتكلم الظاهر. لا لا مو منحرج، بركه في المدربين. من المدربين اسماعيل؟ اذا عندي انا مدرب فشلت كمنتخب اول منتخب شباب وناشئين وللحين مستمر، لا وفي اختيار. انا اقولها بالوي اسماعيل، انا اقولها بالوي، انا ما اخاف ولا شيء واروح ادش التحدي. الحين منتخب شواطئ ومنتخب شواطئ حاليا يعني اسماعيل لهالدرجه احنا المدربين الكويتيين ردايه. انا حتى بدر ذياب قال لي منو المدربين؟ قلت له شيل خال عبد الخال خوي خالد غلوم. لا في مدربين كويتيين، في مدربين طارق بشير. لا في اعطيته اسامي. لا عطى ترى انا اقول لك في عطى فرص، هم عطوا فرص الدورات هذه الصغيره. اسماعيل في مدربين صغار دورات البنغالي افتكر عبد الخالق. وانا اسماعيل لما تعطي فرصه انت اعطيتها سنه سنتين وبعدين ما في انجاز غير المدربين. شوف اذا خالق انت انجازاتك ما شاء الله مع السالميه ما ياخذونه منتخب، ما ياخذونه منتخب. انا ما ياخذونه، انا عندي افضل يقعد بالنادي. ما ياخذونه منتخب مو يقعد بالنادي حتى اسماعيل ما ياخذونه منتخب. ما ياخذونه منتخب يا جماعه. ما انا عندي اذا بتروح الاتحاد خلاص الاتحاد بينهونك. لا لا لانك بتروح بطوله. لا 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 اذا بتروح الاتحاد الاتحاد معاهم موسم سنه. اذا بتروح الاتحاد كذا بطوله بس بتصير مساعد مدرب هذا طموحك؟ هذا صح. لا محمد مبارك ما شاء الله عليه راح كاس العالم، مدرب كاس العالم ما مسك الا نادي يمكن مباراتين. زين المدرب يا جماعه يختار. مدرب مباراتين مسك او مباراه واحده نادي الكويت وصار مدرب في كاس العالم. طيب الحين لحظه المدرب يختار يعني على اي اساس؟ مو على اساس انه رجال عنده خبرته انجازاته انجازاته. ما ادري هاي سنه الاتحاد. عبد الخالق حقق انجازات في جميع المراحل السنيه. هو خالد من غلوم. الاشبال الى يمكن هو خالد غلوم عندهم انجازات حتى الدرجه الاولى بعد. زين ليش انت مو على الاساس تختار مدربك؟ على انجازاته على خبرته على ناصر صالح وقول له كلمه. والله نوجه لهم السؤال يا جماعه. انا عندي وجهه نظر نفس الكلام احنا قاعد نتكلم فيه. صعب انك تحط الرجل المناسب بالمكان المناسب. صعب؟ اي انا اقول لك ليش صعب. مو كل شيء طبعا بالرياضه معروف بالرياضه ويمكن شيء درسناه وعرفناه. من الصعوبه انك تشتغل او تنجح باي شغل وعندك مشاكل. اكيد المشاكل طبعا تترتب يعني وتتجزأ كثيره يعني منها اللي يسمونها الفيفرتزم اللي هي المحابات. المحابات عندنا كشعب كويتي يمكن مو بس قطاع الرياضه، كل قطاعات تقريبا عندنا في الكويت. نعم. في شيء يسمونه محابات. صحيح. سواء كان محابات تكون قبليه اسريه طائفيه هذه موجودة على الكل على الكل على الكل حزبية ممكن إيه موجودة كلها موجودة. فلا تقول إن إحنا ما إحنا جزء من المجتمع لأن الرياضة مجتمع خلنا نقول مكان اجتماعي. نعم. المكان هذا تغلب عليه المصالح وما وإذا إحنا تمينا في المشاكل وفي ضبابية في 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 تحقيق هدف معين ما إحنا عارفين لأن حتى الحكومة نفسها عندها ضبابية في اتجاهها للرياضة. يعني ما احنا عارفين لو تسال الحكومه احد المسؤولين انت شنو هدفكم بالنسبه لكره اليد مثلا لعبه معينه شنو ايش تبون من كره القدم شو يسوون؟ يقول لك نبي كاس العالم ناخذ مو نبي كاس العالم نوصل كاس العالم. هذه اسهل كلمه يقولها لكن طريقه تحقيقها انت راح تفرش لي الفرشه اني انا اوصل ولا ما تفرش لي؟ هني وخر عنك هني وخر عنك. فلما تتكلم لما يحس بالمسؤوليه يبتعد. إيه لاحظوا لاحظوا ان جميع يعني جميع عدم تحقيقنا او وصولنا لصفوه مثلا من مجلس اداره من مدربين
من صعوبة صعوبة في ظل المشاكل اللي قاعد تصير. دائما يقولك في فعالية الإدارة ونجاح أي شركة، شوف أي شركة عندك في الكويت، أي شركة عندنا ما شاء الله شركة اتصالات وايد هنا، شوفوا هالشركة هذه ليش ناجحة أحسن من هذه، لأن هو نفس الشيء ترى، الشركة أو اتحاد كله نفسه، إدارة هذه إدارة هذه إدارة. نعم. لكن أنت لما تيجي تقول هذا شلون ناجح هذا شلون ناجح، هنا في أهداف واضحة واستراتيجيات واضحة، وبعدين الرجل المناسب في المكان المناسب واضح، وهني بالرياض الرجل المناسب في المكان، قصدي الرجل الغير مناسب في المكان المناسب. هذا اللي ما نقدر نحققه، معادلة صعبة، إلا لما تحط قوانين وتحط معايير في 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 أبحاث في دراسات، ومراضين حتى المسؤولين في الحكومة يطالعونها، طالعوا في رسائل وفي رسائل ماجستير في رسائل دكتوراه اتكلمت عن اختيار الأنسب في الاتحادات على سبيل المثال، ان فلان هذا اللي بيرشح بهالمكان لازم ذو معايير معينة، من بينها انه كان لاعب، من بينها ما ادري هذا، ما حد ينظر لها. فنرجع على نفس الكلام، الفيفرتزم اللي هو المحبات عندنا هادمتنا هدم. لو شو تسوون، لو شو تسوون موجودة متأصلة في ما تقدر الا اذا تقص وتحط معايير جديدة. واللي يزعل بالطقاق، انا وايد اقول بالطقاق هذا صح. انا ودي شوف شوف انا اقول اذا تبي صعب. يعني شوف اذا تبي اذا تبي تسوي بنسوي تطور رياضه بالكويت، انا من وجهه نظري انه يصير تعيين بالانديه، شيل المحبات شيلها، تعيين تعيين بالانديه، هذا ردينا المحبات، لا ما بدون محبات، بدون محبات ما في مسؤول يعين واحد ما يحبه لو انه كفاءه. لا تعيين، تعيين وين بالانديه؟ يعني تعيين انديه كاعضاء مجلس اداره، تعيينهم تعيين اعضاء مجلس اداره، اعضاء مجلس اداره هني ما يصير محبات، لان انا من عينهم، من عينهم اسماعيل ما تقدر المسؤول محبه هني ما راح صار اذا صرت لها مشكله اسماعيل. انا اقول لما يكون خصصها وارتاح، خصصها وارتاح. نعم. لا شوف شوف والله تخصصها وارتاح. اي والله هاي الاسطوانه الجديده ترى، ها هاي الاسطوانه الجديده بيفتكون من اللي سووه فينا، الحين قام يقولون هالحكي. خلينا نسمع، خلينا نسمع ابو خالد. بس الوحده يعني انت يعني تفضل ابو خالد. كل دول العالم، في كل دول العالم اكو انديه فوق واكو انديه تحت، صح، اكو انديه وسط واكو انديه بالدرجه الثانيه. يعني احنا ما نتوقع ان كل انديتنا كلهم يكونوا مميزين في كره القدم، لا، كل انديه مميزه في كره اليد، لا. هذه التفاوتات موجود. انا والله بنادي خيطان مثل ما قال خيطان والسالميه وصليبخات يا اخي همهم كره اليد. يعني صليبخات ما احترامي حقهم، خيطان ما احترامي، ماكو شيء بالقدم، لا بعد احتراف الجزئي يعني صار عدد الالعاب يمكن 14 كل نادي. والله والدك. فانت اللي انت بتدور على 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 على, 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 على المثاليه ما تلقاها. صحيح. مثاليه يعني صعبه نلقاها، نلقاها في جزئيه واكيد في جزئيه ثانيه ان احنا راح يعني راح ما نكون مميزين فيها، وهذه حال كرة القدم. يعني كرة القدم اكو أندية برشلونة وريال مدريد فوق عن الثالث 29 نقطة، هل معناته ان هذا ريال الثانيين مو قاعد يشتغلون؟ قاعد يشتغلون بس هذول اميز منهم، وهذه موجودة في كل الاتحادات يعني ابو علي. لا بس في فرق، ما اقطع كلامك ابو خير، تتكلمني عن اسبانيا، تتكلم عن اسبانيا الاخير يقسل منتخبك يعني الاخير. لا ما تكلم عن مستوى، انا بس لا 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 انا اقول لك على مستوى اسبانيا. لا 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 على مستوى اسبانيا. لا لا انا 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 عندي وجهه نظر. صح انا معاك انه لازم في كل دوله في اول وثاني يسمونهم الرايفل، دائما اللي يلعبون مع بعض اللي ديربي ما ديربي يسمونهم هذيلا. انا اتكلم ان الانديه الصغيره الثانيه لو تي الدش على سبيل المثال في كره القدم إزاهم الله خير صراحة، على حسب إمكانياتهم قاعد يعطوا، يعني على حسب إمكانياتهم. صحيح. بس تعال حق إمكانيات الأندية الكبيرة، عطها حق الصغيرة. شو الإمكانيات؟ يعني الأندية على الأقل فلوس. من اللي يعطيهم؟ أنا أقول لك يا أخي، نادي خيطان استلمهم واحد مثل ما قال باع اللاعب، باع النادي هذا فلوس. أنا معاك ترى، أنا ما قاعد أسب الرياضة، أسب الرياضة والرياضة أكو اكو ناس تدفع يا ابو علي، اكو ناس تاخذ. صح صح انا وفي محبين اكثر الاندية الكبيرة. صح. لكن انا اتكلم اذا انت مثلا عطيت نفس الـ الامكانيات، ما اتكلم من حكومة يعني، لو يصير فيها يعني اتكلم على سبيل المثال، لو خلنا نقول ان الناس اللي تدعم مثلا نادي الكويت
خلها تدعم نادي الشباب. ابو فيصل ما عندنا اعضاء الشرف، ما عندنا اعضاء الشرف، هني يفرقون اعضاء الشرف. أيوة. الدعم الحكومي واحد. هذا هذا اللي قاعد اقوله. لا مو واحد عشان كذي مو قادر. انا بالعكس انا مو واحد. لا الدعم واحد. لا لا كدعم فلوس واحد اوكي. أيوة. كميزانيه بس هل الدعم الداخلي واحد؟ هني مشكله. دعم الداخلي وين يعني؟ الداخلي داخل الهيئه يعني انا لما يعني جايب شيء من الهيئه بين النادي والنادي معناه واحد. اسماعيل لا لا القادسيه نادي القادسيه للحين الباصات ما اخذوا معاشات. مو على القادسيه نادي القادسيه في كبره للحين السايق اللي يبر ولدي يقول لي ما اعطوني معاشات. انا اتكلم عن منشاه ما اتكلم عن ماده. اتكلم عن اسماعيل تعال شوف منشات نادي العربي. نادي العربي نادي العربي ترى ما عندهم شيء. ما عندنا شيء ولا منشاه ولا شيء ولا هذا من الاولمبي برا. هذا من الاولمبي برا. احنا طلبنا اخذوا المواقف حطوا المجمع الاولمبي. انا اقول لك نادي العربي خلاص هو مكانه يعني ما في مكان زايد يقدر يسوي شيء زايد الا لما تشيل النادي كله ترد من اول جديد تعيد تنظيمه. يعني لازم تعيد تنظيم نادي العربي. نادي العربي خلاص ما في مجال انه يسوي مكان ثاني لان حد هني شارع هني شارع هني شارع وراه جمعيه مستحيل يسوي شيء. ياخذون الجمعيه صار حوض السباحه بالمواقف. لا النادي العربي في بس كان انديه ثانيه. يعني انا لما تقول لي انا محتار ترى بنادي خيطان. شوف نادي خيطان نادي خيطان كان عنده موقف برا. وين وصلوا الحين نادي خيطان؟ عند العمارات اللي منها مسجد. انا عندي مواقع انا عندي مكان انا اتكلم عن نادي خيطان بس اليوم بالمطار تلقاه اتكلم عن نادي خيطان شخصي. يعني ليش ليش ما تسوي انت موحد؟ ترى قطر قطر وقطر ترى انديتهم ترى كلها موحده كلها نفس الشيء ونفس الامارات ونفس الميزانيه ونفس الصالات ونفس الملاعب. اذا سوون يا اخوي سوون نفس قطر لا تفرق بين نادي ونادي. قطر اتحاد النادي الصغير يوم من الايام راح يصعد. اذا متى يصعد اذا انت ما عنده حمام اولمبي؟ اسماعيل نادي خيطان ما عنده سباحه. هذه هم قطر انا عندي ما عندي سباحه ما يخالف. انا يوم من الايام ما عندي سباحه. الحين اقول لك ما عندي فريق سباحه. ما عندي احتراف جزئي. ما عندي لا اسماعيل حتى على الموقف. اسماعيل شلون انا الحق العربي او الحق القادسيه او الحق الكويت او الحق اليرموك مو عنده حمام مغطى انه في تدريب الصبح عصر في شتاء والصيف؟ انا ما عندي هذا كله. ما عندي ثانيه مو موجوده. شو ادرب؟ روح البحر الحين بعرف سؤال ابي سؤال اسماعيل. هل نادي خيطان داخل العقار ولا برا العقار؟ انت ليش انت بالزاله؟ عشان نزيل. لا لا خلينا والله بزاله اخوكم نروح. انا عندي صوره بالمحل يمكن شافها اسماعيل حاطين صوره كاركتير عن نادي خيطان. اشتر لاعب يعطونك لاعبين واللي ماسك اللاعبين كارثه شيء متروس من الفلوس. والله عرض لاعب لاعبين عرض. انا ودي اسال بلاك فعلا ترى فعلا ترى هذا شيء ترى انا ترى شيء يحزنني. انا لما تتكلمون انتم بالموضوع هذا ترى ما يفرق. انا والله يحزن انا بالنسبه لي انا لا لا بالنسبه لي انا لان انا عايش الموقع نفسها. بس البلال يا جماعه عن المنتخب الوطني عندنا كاس خليج 20 يمكن بعد شهرين وكاس اسيا بشهر واحد فتره الاحداث هذه ايش رايك فيها؟ المباريات اللي لعبناها خسرنا من الامارات 3 وفزنا على سوريا 3 لعبنا مع اذربيجان 1 هو اللعب الامارات حتى بالمباريات الوديه مو قادرين نفوز عليهم. لا لا هذا ما لا تحكم انا علي في مباراه تجريبيه. اذا انا بي مغلوبين اذا بي انا اطبق خطه اطبق تكتيك معين في 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 مباراه تجريبيه لو اخسر ما يهمني. ليش ما نفوز؟ وقت الصجيه لو وقت الصجيه انا الحين هل انت كونت فريق تقدر انك تجار الفرق الثانيه اللي قاعد يعدون؟ هل اعدادك انت صحيح؟ هني الحكي انا هني اقول لا اعدادي انا مو صحيح. يبي لي بعد اعداد يبي لي اكثر الفه كفريق. اللاعبين موجودين بس لاعبيننا احنا خاصه بالكويت نبي لاعب ثقه اكثر والتزام اكثر. احنا لاعبنا مو ملتزم. انا اقول لك انا عن نفسي انا الدكتور حسين نفس المرحلة بس هو لعب قبلي درجة أولى وأنا لعب بس بالفريق بالتمرين كان يعطيني تعال ترى احنا نسوي كذي انت ليش ما تسوي عساس توصل. اليوم هذا اللاعب مو موجود عنده يبي بس هو يلعب عساس يبين أنانية. وهذا غير صحيح خاصة أنا أتوقع في القدم مع أن مرينا احنا في يعني شبه ما فريقنا كان متزن وزين واتمنى ان الله يوفقنا. يا جماعه بسال سؤال احنا
يعني اذا شفنا مو بس الكويت، الكويت لا تخاف عليها، انا بالنسبه لي الغدا ما خاف عليهم لان راح يجي مباراه الصجيه راح يؤدي. كم سنه صارنا ما صعدنا كاس اسيا؟ كاس اسيا قلنا وانت اهل. احنا ان شاء الله وصلنا الحين نوصل النهائيات. اتمنى انا بهذا بنسوي شيء ان شاء الله. بس اتكلم انا قاعد اطالع اللي حوالينا، الامارات وقطر. زين الامارات وقطر عندهم المعدات، هل سووا او المنشات اللي اسمها ترى ما يقدرون يسوون نفس ما يسوي الكويت. الكويت راح يسوي شغلات على فكره. انا اقول الكويت راح تكون قدام، دائما راح تكون قدام، يعني شوف كل الفرق ما راح